فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى حرم على اليهود بعض الطيبات عقوبة لها. يعني ليه ربنا حرم شيء ده؟ عقوبة لها. بعد ما كان حلال حرم عليهم أشياء وصارت حراما. ليه؟ عشان سببين في الآية الظلم والصد عن سبيل الله. الظلم واضح، يظلمون ولا يتبعون الحق ولا يحكمون بالحق، والصد عن سبيل الله واضح لأنهم هم أهل كتاب. وكانت قريش قوم أميون، العرب كانوا أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، فكانوا قلة اللي كانوا يعرفوا يقرأوا كتابة، ومنهم اليهود. فاليهود طبعا المشركين في مكة لما يسمعوا اليهود برضو ما يأمنوش بالنبي محمد، يقولوا خلاص يبقى احنا صح، اذا كان اهل الكتاب اللي عندهم الاخبار وكل ما يتعلق بالرسل ما يأمنوش، فده يغرهم ان هم يفضلوا على كفرهم. يبقى كده صدوا عن سبيل الله ولا لا؟ لان هم الناس بيشوف رد فعلهم، فلانهم كتموا صفه النبي صلى الله عليه وسلم واخفوا الحقائق بسبب الحسد والبغي، ضلوا كثيرا من الناس، ظنوا ان اليهود ناس كويسه وما دام ما امنوش يبقى هم اللي على الحق، وان النبي محمد ليس على الحق عليه الصلاه والسلام. يبقى كده صدوا عن سبيل الله كثيرا، لان هم لو امنوا كان ده يكون دافع قوي للمشركين انه يدخلوا في الاسلام. ليه؟ ان يا جماعه حتى اهل الكتاب اهو دخلوا في الاسلام، يبقى ده النبي اخر الزمان حق، كان ممكن يشجعهم على دخول الاسلام. فبالظلم ده نوع من الظلم وظلم اخر، وبالصد عن سبيل الله ربنا عز وجل عاقبهم بان حرم عليهم طيبات كانت حلالا لهم. ولذلك احنا كمسلمين مستمتعين باباحه الطيبات دي، نعمه والله. يعني ممكن كان اكثر الاشياء تبقى حرام، لكن في الاسلام اكثر الاشياء حلال. الاصل في الاشياء الاباحه، كل شيء حلال الا حاجات معينه، مش العكس. كان ممكن كل شيء حرام ما عدا اشياء معينه. يعني ممكن يبقى كان حرام عليك الملوخيه والكوسه والرز والسبانخ والمكرونه، ممكن حرام للابد، واللي ياكل يخش النار، تقدر تمتنع او تقول لا انت عبد لله عز وجل. فاستمتاعك بالنعم دي نعمة تستحق الشكر، ان ربنا اباح لينا حاجات كتير. ده ربنا عاقب اليهود بانه حرم عليهم طيبات، حاجات كانت حلال ليهم ما قدروش النعمة. معنى كده ان انا اشرب كوباية الشاي دي نعمة، كانت ممكن تبقى حرام. كان ممكن ربنا يقول اللي عنده فوق الكفاف يتبرع بيه على سبيل الوجوب، يا دوبك يبقى معاك اللي ياكلك ويشربك ويلبسك بس، مفيش رفاهيات، مفيش دي دار الدنيا والدنيا زائله وخلاص. صح ولا غلط؟ مش هتقدر تمتنع، تقول خلاص ما انا يعني اصبر حتى الجنه. لكن ربنا عز وجل منحنا واعطانا نعما عظيمه، كل حاجه، اكل وشرب وزواج، حتى الزواج ممكن كان يبقى في طريقه ننجب بيها الاولاد بدون متعه وبدون شهوه. طب والشهوه في الجنه بس؟ واي علاقه بالرجل والمراه تبقى زنا، مفيش بقى زواج ولا ولا ولا. شفت الامور هتبقى شديده ازاي؟ لكن انت كعبد ستستجيب. لكن ربنا عز وجل اعطانا الكثير والكثير والكثير من الطيبات والمباحات، بل قال العلماء الاصل في الاشياء الاباحه، كل شيء حلال. فلما يحرم عليك بعض الامور وتعملها يبقى لا تستحق ان تعذب الا ان يتوب الله عليك.